انه كنا احنا نتهافت انه نحضر او نتطلع على الاشياء اللي كانت تيجي على التلفزيون، بس في المواسم الاخيره يعني صارت شبه ممله، بطلت تلامس الحياه الاجتماعيه، بطلت تلامس حياتنا بشكل عام. فانتوا كونكم جزء يعني من الفئات المؤثره في المجتمع، سواء رياضيين سواء سياسيين، انتوا اعلاميين لازم تحلوا لنا المشاكل هاي اللي بتصير في مش انه بس كلام وخلص. شفت يا رجائي؟ لا ما هذا معلش انا بتخاب اختلف مع بعض. احنا مش دورنا احنا الحل، الحل عند النواب والناس هاي، احنا ناس نطرح جزء مشاكل. من الحمله او جزء من الناس المؤثره في المجتمع. لا بس مش احل انا مش انا انا انا, أنا زي زيك انا مواطن. توصل لي فكرتي انه للمجتمع او مثلا تبحث مع سياسيين لانك مؤثر هلا انا نوصل الفكره صحيح عندك بس انك تتوقع امور كذا شغلات هاي لازم تساعدنا فيها هلا انك تطرح الفكره انه ساعدك في طرح الفكره اكيد لانه انت مواطن انا مواطن الازمه عليك ازمه علي تسكرت الشوارع عليك تسكرت شو لما تطلع ريحه المجاري مشمها انا وانت نفس الشيء لا هم تمام لكن انه تتوقع مني انه انا اللي احلها هاي مبالغه كونك جزء من المجتمع بنزل يعني انا بشتغل لك اللي بسكر مش لك مش انه بتسكر لي ولا بتشتغل لي ما بتشتغل بتشتغل لك كم في المجتمع كون لك متابعين وناس سياسيين كمان صح هلا ما بننكر انه هذا الفن الحديث في الاردن تناول كثير من القضايا الاجتماعيه هذا لكم فضل كبير عليه